خلونا نطمن الأول على بعثة يعني الفريق إن شاء الله، يعني ينورونا بأداء ممتع بإذن الله الفترة الجاية. تعالوا نتعرف على آخر المستجدات هناك وتفاصيل سفر بعثة النادي الأهلي مع زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة النادي الأهلي. فاروق، صباح الفل عليك، وتفضل، عايزينك تطمننا بقى على كل التفاصيل، اتفضل. يعني في البدايه خليني اطبق عليك يا كريم، صباح الفل عليك، وصباح الفل عليك يا نهاوند، وصباح الفل على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان. يعني بدا توافد لاعبي النادي الاهلي هنا الى مطار القاهره الدولي منذ يعني اقل من نصف ساعه. طبعا هتبقى موعد اقلاع الطائره ان شاء الله يكون في تمام الساعه 1:25. اللي احنا لامسينه من وجود اللاعبين كريم، في دوافع جديده عند اللعيبه، الروح المعنويه مرتفعه عند اللاعبين، الفوزين اللي الفريق حققهم في الدوري يعني في مزيد من الثقه سواء للجهاز الفني سواء للاعبين، ايضا وجود اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي طبعا دكتور محمد شوقي كرئيس للبعثه، الى جانب طبعا معالي الوزير العمري فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، والعدد من يعني اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي مديني رساله مهمه جدا للاعبين، الدعم الموجود ايضا من الكابتن محمود الخطيب. كل الامور ان شاء الله بتبشر ان احنا يعني من اللي احنا لامسينه من تواجدنا مع الفريق خلال هذه الرحله باذن الله هيبقى ان شاء الله يعني تكون رحله موفقه باذن الله، ويعود فريق النادي الاهلي ان شاء الله مكلل بالانتصار ان شاء الله وتحقيق بطوله السوبر عشان تكون للمره 12 في تاريخ النادي الاهلي. خليني اقول لك ان بالامس كان سبق البعثه في الحضور الى التوجه الى الامارات طبعا الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي يعني لترتيب كافه الامور لوصول البعثه وملعب التدريب. يعني برضه كريم عشان نقرب الصوره برضه للجماهير، النادي الاهلي من المقرر ان هو هيخوض تدريبين في الامارات، يبقى التدريب الاول يوم الاربعاء ان شاء الله هيكون على احد الملاعب طبعا اللي بيتم تنسيقها وتحديدها مع الكابتن سيد عبد الحفيظ، اما يوم الخميس هيكون التدريب الرئيسي والاساسي للنادي الاهلي على استاد هزاع بن زايد اللي هيستضيف احداث المباراه باذن الله، اللي نتمنى فيها كل التوفيق لفريق النادي الاهلي باذن الله. رائع جدا. احنا بقى دلوقتي عايزين تفاصيل اكتر عن الاستعدادات لاستاد هزاع، احنا عرضنا بعض التفاصيل يا فاروق، بس محتاجين منك لو انت عندك برضو معلومات اضافيه، يعني عرفنا مين مقدم او مين هيحيي حفل الافتتاح، عرفنا ان الاستاد مفروض مقسم ما بين جماهير النادي الاهلي والزمالك، لكن كان في لسته محظورات على سبيل المثال، خلينا نعرف منك تفاصيل اكتر ايضا لو لديك اي معلومه خاصه بمثلا الاجواء هناك من الناحيه الاعلاميه او الصحفيه او التغطيه هتبقى ازاي، خلينا نعرف منك، تفضل. يعني خليني اقول لك انا هوند مباراه الاهلي والزمالك واحده من المباريات او الدربيات اللي بتحظى باهتمام اعلامي سواء في النطاق المصري او النطاق العربي، ويعني نتكلم على دوله الامارات العربيه المتحده كاحد يعني الدول الشقيقه اللي دايما يعني تتمتع بعلاقات على النطاق يعني كافه الوجوه مع جمهوريه مصر العربيه، ايضا على الجانب الرياضي في اهتمام غير مسبوق ايضا بهذه المباراه. خليني اقول لك ان المباراه بتقام في الامارات للمره الخامسه، يعني دي خامس مره ان مباراه السوبر تقام في الامارات. اهتمام يعني تقدري تقولي لكافه وسائل الاعلام متابعه ترقب وصول بعثه النادي الاهلي من برومو لفريق النادي الاهلي، برومو لنادي الزمالك، اهتمام. خليني برضه اقول لك ان الغالبيه العظمى لجماهير النادي الاهلي ايضا هناك مجهزه استقبال لبعثه فريق النادي الاهلي، توافد الجماهير من كل مكان، والامر غير قاصر برضه نهاوند عشان نتكلم في نقطه مهمه ان الحضور الجماهيري بالنسبه لجماهير النادي الاهلي ليس قاصر على المصريين او الجماهير النادي الاهلي المقيمه في الامارات العربيه المتحده، ولكن هناك بعض الجماهير القادمه من الدول يعني سواء السعوديه، قطر، البحرين، جماهير من الكويت ايضا جماهير النادي الاهلي بتتوافد على الامارات العربيه لمسانده ومؤازره النادي الاهلي، الى جانب الجماهير المصريه طبعا اللي ايضا هيتم حضورها الى الامارات خلال 48 ساعه، بعض الجماهير اللي راحت تساند وتؤازر النادي الاهلي في هذه المباراه. استاد هزاع بن زايد بتكلمنا على واحد من افضل الملاعب سواء على النطاق العربي او النطاق العالمي، بالفعل يا نهاوند واحد من الاستادات المهمه جدا، وكان يعني استضاف كاس رئيس الدوله منذ ايام، واحد من الاستادات المهمه جدا، حاله طبعا الاهتمام اللي موجوده بهذه المباراه من جانب مجلس ابو ظبي الرياضي، واحده من يعني النقاط المهمه جدا تواجد مباراه بحجم وقيمه النادي الاهلي ونادي الزمالك،
لكن ان شاء الله نتمنى باذن الله التوفيق فيها لفريق النادي الاهلي باذن الله. نعم. امين يا رب. طبعا 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 يا فاروق ما فيش اوبشن ثاني يا فاروق، باذن الله ترجعوا لنا منتصرين، ترجعوا لنا بالف سلامه، وتحياتنا اكيد للجهاز الفني والاداري وللعيبه، ان شاء الله يعني ادوا اللي عليهم، واحنا متوقعين ده ومنتظرين ده باذن الله نشوف مباراه تنافسيه حلوه جدا وفوز للنادي الاهلي، ده اللي احنا منتظرينه.